تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ارتفعت نسب بيع بعض أنواع المواد والسلع على حساب غيرها، حيث تصدرت أنواع محددة من المواد الغذائية والمنظفات قائمة المبيعات خلال الأسابيع الماضية وفق رأي بعض أصحاب المحال التجارية في دمشق. الفترة هي بحكم أنه الناس قاعدة يعني وكذا، فإجباري في طلب زيادة. الزبون نفسه عم ياخذ كمية مضاعفة، الزبون اللي بياخذ نص كيلو عم ياخذ كيلو، اللي بياخذ قوية عم ياخذ نص كيلو. والله الأسعار هي بصراحة بالتكاليف كتير غليانة. هلا رحنا قدر الإمكان عم نحاول يعني ما نزيد السعر يعني. مطلوب يعني أكيد يعني لازم يكون موجود بالبيت. عندك المعكرونة، البرغل، الرز، عندك اللهم صل السكر، الزيت بأنواعه طبعا، هذا المطلوب يعني أكيد يعني لازم يكون موجود بالبيت. والله صفيان يعني من ضمن المسليات بهالقعدة الطويلة، عرفت شلون؟ مع أنه يعني الإقبال قليل يعني بالنسبة للقوة الشرائية، ما فيها القوة الشرائية، العالم شوي تعباني، بس يعني في أنه في شيء مشان يعوضوا هالقعدة الطويلة من ضمن المسليات. والله الرز والسكر والزيت هذا أكتر شيء يعني بيهمنا يعني بالأمر الواحد. أكتر شيء يعني الليمون لا مستهلك أكتر شيء، والبندورة كل أكلة بدها بندورة. هلأ مواد استهلاكية اللي بيستهلكها كل مواطن عادي هي الموز، البندورة، الباذنجان، الكوسة، لكن أنا اللي عم أشوفه بمستوى البلد هو غلاء. في غلاء. المواد الأولية مثل الخضرة، مثل اللحمة، مثل الزيت، مثل الرز، مثل السكر. هلأ في أسعار مناسبة وفي أسعار لا، على حسب يعني. هلأ مثلاً في هيك وفي هيك أكيد. كل شيء موجود والله الحمد لله، ولكن في شوية غلاء بالأسعار، ولا كل شيء موجود.